أحسن الله إليك يا شيخ، هل يسن استقبال القبلة لقارئ القرآن؟ إيش؟ هل يسن استقبال القبلة لقارئ القرآن؟ نعم، لا أعلم في هذا السنة، أن الإنسان إذا أراد قراءة القرآن يستقبل القبلة، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن كل عبادة الأفضل فيها استقبال القبلة إلا ما دل الدليل على خلافه، وجعلوا من إذا توضأ يستقبل القبلة، وإذا جلس يذكر الله يستقبل القبلة، كل عبادة يكون أفضل من يستقبل القبلة إلا ما دل الدليل على خلافه، لكن هذه تحتاج إلى دليل واضح، والعبادات ما فيها قياس، فالصواب أن لا يتحرى الإنسان استقبال القبلة ولا يتعمد تركه، يقرأ حيثما كان. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن، ولم يرد أنه كان يتقصد استقبال القبلة ولا حث أمته على استقبال القبلة عند قراءة القرآن فيما أعلم. نعم.